متى 3. وفي الأيام دي جه يوحنا المعمدان يبشر في صحاري اليهودية ويقول توبوا لأن مملكة السماء قربت، لأن هو ده اللي اتقال عنه على لسان أشعياء النبي لما قال صوت بيصرخ في الصحراء جهزوا طريق الرب اعملوا الطرق بتاعته دغري. ويوحنا ده كان لبسه من وبر الجمال وتحت وسطه حزام جلد وكان أكله جراد وعسل صحراوي. وقتها خرجت له أورشليم وكل اليهودية وكل البلد من حوالين الأردن وتعمدوا منه في الأردن وهم بيعترفوا بخطاياهم. فلما شاف كتير من الفرسيين والصدقيين بيجوا للمعمودية بتاعته قال لهم يا أولاد التعبين مين وراكوا إنكوا تهربوا من الغضب اللي جاي؟ يبقى اعملوا أعمال تليق بالتوبة وما تعودوش تفكروا وتقولوا في نفسكوا عندنا إبراهيم أب، عشان أنا بقول لكم إن الله يقدر يقوم الحجارة دي ولاد لإبراهيم. ودلوقتي اتحط تلفاز على جدر الشجر، فكل شجرة مش هتطرح ثمر كويس تتقطع وتترمي في النار. أنا بعمدكم بمية عشان التوبة، ولكن اللي يجي بعدي هو أقوى مني، اللي مستاهلش إني أشيل جزمته، هو هيعمدكم بالروح القدس ونار. اللي المنشف إيده وحينظف الجرن بتاعه ويجمع قمحه للمخزن، وأما التبن فيحرقه بنار ما تطفيش. وقتها جه يسوع من الجليل للأردن ليوحنا عشان يتعمد منه، ولكن يوحنا منعه وهو بيقول أنا محتاج إني أتعمد منك وإنت تجيلي. أم رد يسوع وقال له اسمح دلوقتي عشان هو بالشكل ده يليق بينا نكمل كل صلاح. وقتها سمح له. فلما تعمد يسوع طلع في ساعتها من المية وقامت السماء اتفتحت له، فشاف روح الله نازل زي حمامة وجاي عليه، وصوت من السماء بيقول هو ده ابني المحبوب اللي بيه فرحت.